السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين ومشاهدات ديالك دايرين لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. نلقاكم بالصحة والسلامة يا ربي. هذا النهار غادي نوجد معكم واحد الغريبية نتاع الفينو والكوك. عندي زلافة ديال الكوك، عندي الفينو على حسب الخليط، كاس ديال الزيت، كاس سنيدة، ربعة البيضات، قشرة ديال الحامض، قريصة الملحة، واحد جوج معالق ديال الزبدة. بسم الله. بسم الله. ندير الكوك والسنيدة هما اللوالة والزبدة، تنخدمهم مزيان. عاد ديك الساعتين غادي نرجع نزيد المقادير الاخرين. هاني درت الزبده، هادو جوج معالق كبار، سنه قريصه ديال الملحه، الخميره هي حدا التالي. تنخدم الزبده مزيان، عاد ديك الساعتين غادي نزيد المقادير الاخرين. بسم الله. ما كيعجب لي نخدم بيدي حسن ما ندير العجان. غادي نخلط وغادي نرجع معكم. هنا خواتاتي راني نسيت ما ذكرت لكمش واحد الكاس ديال المايزينا. دابا غادي نزيد الزيت وغادي ندير دوك البيضات. بسم الله. دابا غادي نخدم هادو معاه مزيان مزيان حتى يتحل هذاك الكوك والزبده مزيان، نخدمهم عاد نزيد المقادير الاخرى. هنا خواتاتي راني خلطتو مزيان، غادي نزيد هذيك المايزينا كما تشوفوا. هذا الدجاجة وغادي نزيد قشرة الحامض ودابا خواتاتي غادي نزيد داك الفينو غير شوية بشوية. والخميرة راه كنخليها حتى للتالي. هنا خواتاتي بقات لي سوا الخميرة، غادي نديرها دابا في التالي. راني غادي نغربلها راه علاقاش كدير دوك الحبيبات. دابا غادي نخلط ديك الخميرة صافي. هانتوما كيما تشوفو نخلطها وغادي نرجع معاكم ان شاء الله. هنا خواتاتي فين ساليت ديك العجينة ديالي هي هادي، غادي نغطيها بالبلاستيك ان شاء الله. بسم الله. راه خصكم ديروا شويه الحبه تجي شويه كبيره. دابا غادي نبقى نحربل بحال هكا. خصكم تحاولوا معها هكا تجي شويه مجموعه
باش ملي دير الطيب غادي تشقق. بحال هكا غادي تجيبو داك اللوز ديالكم وديرولو بحال هكا. وتحاولوا ما تقصحوهاش من الاول باش تجمع لكم، على حقاش الفينو راه كيولي كيشرب. بحال هكا اخواتي هادي غادي نسالي وغادي نرجع معكم ان شاء الله. هذه هي اخواتي الحلوه ديالي كما تشوفوا، هي هادي راه خرجت لي جوج صواني كبار كما تشوفوا نتا الفران دوك الكبار. هنا خواتاتي غادي ندير غريبيه الجوجه، عندي كاس سنيده، جوج كيسان ديال الزيت كما تشوفوا، قريصه د الملحه، عندي الكوك، اربعه د البيضات، جوج فاني، واحد الخميرة. بسم الله بسم الله، درت الكوك سنيدة، الملحة، غادي ندير البيض، جوج كيسان ديال الزيت. بسم الله ندير داك الفاني، واللي دارت القشره ديال البرتقال ولا ديال الحامض ما ديرش الفاني. دابا غادي نخلط مزيان، هنا خواتاتي غادي ندير هذيك الخميره كما تشوفوا، الخميره راها جديده ما غربلتهاش. ودابا غادي ندير غير الفرينه تنجمع، غادي نجمع ونرجع معكم. هنا خواتاتي فين ساليت هذيك العجينه ديالي، راني جمعتها، دابا غادي ندير نكورها بحال هكا وغادي نديرها في الكوك بحال هكا، وغادي نجيب هاد الرشمه وانتم الرشمه اللي بغيتو، انا عندي هادي نتاع البطاطا كما تشوفوا بحال هكا. جرب اخواتاتي راه كيجي زوين وكيجي بنين في الماكله ديالو، يجي مقرمل ويجي بنين. وراه ما كيتلاصق لكم ما والو، كتجي الحبه زوينه. هادو بجوج راني دايراهم كما تشوفوا بالكوك، دابا راني خدامه غير بالكوك. شوفوا خواتاتي كيجي داير، راه كيجي زوين بزاف.
غادي نسالي ان شاء الله وغادي نرجع معكم. هنا خواتاتي تاتي فين سالت ديك الصينيه ديالي كما تشوفوا، هي هذه. دابا غادي ندخلها الفران ان شاء الله. انا درت هذه الصينيه الكبيره نتاع الفران ديال المغرب، وراه باقي لي عاد صينيه اخرى. هنا خواتاتي غادي نعاود الغريبيه تاع السميده والكوك، السميده الحرشه والكوك. عندي ربعه البيضات، كاس تاع سنيده ما عامرش على حقاش، راه غادي ندير سكر كلاصي، غادي نزين بسكر كلاصي غادي يجي حلو. عندي كاس ديال الزيت، زلافه ما عامرش ديال الكوك، قشره ديال الحامض، قريصه ديال الملحه. عندي السميده الحرشه هي هذه، وغادي ندير جوج معالق كبار ديال الزبده هي هذه، وسكر كلاصي لتزيين. هنا خواتاتي غادي ندير الكوك وسنيده، وغادي ندير هذوك جوج معالق ديال الزبده، جوج معالق كبار. بلاصه كاس ديال الزيت غادي ندير جوج معالق، على حسب بحال اللي ندير كاس ديال الزبده. وغادي ندير هذيك الملحه، وغادي نخدمهم خواتاتي وغادي نرجع معاكم. هنا خواتاتي غادي نزيد هذوك البيضات، ربعه ديال البيضات، غادي نخدمهم مزيان. كاس ديال الزيت غادي نخلطهم خواتاتي مزيان ونرجع معاكم. هنا خواتاتي غادي نزيد ديك الحرشه، السميده الحرشه ديك الغليظه، الخميره خواتاتي راه حتى تساليو نجمعوا العجينه عاد تزيدوها. ونوصيكم خواتاتي هاد الغريبيه هادي ما خصكمش تقصحوها، راه كي سميتو الحرشه كتشرب كتشرب وكتدير تجيكم قاصحه تبقى تفتت لكم. ملي كتخليوها شويه جاريه راه كتجيكم الغريبيه مفقصه هكا كتجي زوينه. خواتاتي نزلت هذيك الخميره، غادي نخلط مزيان، والسميده صافي ما غاديش نزيد باش تجي فين غادي تجي تجمع راسها، غادي تجي هي هذيك. واخا كتبان لكم جاريه غادي تجي هي هذيك. خواتاتي غادي نغطي عليها ونخليها واحد بين ما جمعت هاد الحاره هادي، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. هنا خواتاتي غادي نصاوب هذيك الاخر، عندي هنا سكر كلاصي وعندي هنا مزهر، كندير يدي في مزهر بحال هكا، هانتوما بحال هكا، وكندير في سكر كلاصي بحال هكا. ضروري يجي عليه كسميتو بحال هكا، سكر كلاصي فوقو بيضة، كتجي واحد الغريبية زوينة وكتجي رطبة بحال هكا. تفندوه هكا مزيان في سكر كلاصي كتحطو، ولكن خصكو تبعدو شويه على بعضياتو راه كيسيخ. بحال هكا مزيان،
باش يهز هذاك سكر كلاصي وتحطو بحال هكا. هانتوما غادي نسالي ان شاء الله وغادي نرجع معاكم. اخواتاتي كما تشوفوا غادي ندخلوا الفران دابا، هاني ساليت هاد الصينيه وغادي ندخلها الفران وغادي نرجع معكم ان شاء الله. يا اخواتاتي الغربيه اللي وجدتها معكم هي هذه، شوفوا تبارك الله كتجي دايره، كتجي زوينه، كتجي مشقه هي هذه. نتمنى تعجبكم ان شاء الله تجربوها. انا اخواتاتي كندير لكم غير الحلوات الساهلين اللي ما فيهمش المقادير بزاف وما فيهمش تماره بزاف. واخواتاتي دوازاتي اللي وجدت معاكم هو هذا، ضربت ربعه ديال الشكيلات هما هادو اللي هما سامبل ما فيهم لا شوكولات لا والو، وضروري راه خصنا هذا، خدنا الشوكولات خصنا ضروري من هذا. كاين اللي ما كيبغيش ياكل الشوكولات كما تشوفوا، الحلوه زوينه وسامبل وبنينه. هذا زدتو في التالي غير كاطو عادي، داك السامبل اللي كنا نديرو هادي شحال سامبل مقرمل. ونتمنى يعجبكم ان شاء الله الفيديو ديالي وتجربوا هاد الحلوه ان شاء الله. نتمنى تعجبكم، ديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، ديروا شي بصيمه ان شاء الله. وبالسلامه عليكم وعواشركم مبروكه وخليتكم على خير ان شاء الله.